في بعدك غريب خبط ورزع ومهرجانات واسفاف وكلام غريب وخلي اللي عيب يعيب يعيب يا عندليب الفن ببعدك عجيب والله 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 يرحمك ده انت اساس الفن يا عندليب باختصار عبد الحليم ده هي الصوره المشرقه اللي احنا دلوقتي ما زلنا على الحانه وعلى انغامه وزي ما قال عنه استاذ عبد الوهاب هو الوجهة مصر المشرقه دايما والشابه التي تتغنى باحلى الانغام واحلى التعبيرات والساحه الفنيه اللي كانوا بيقولوا عبد الحليم بيحاربنا طب الساحه الفنيه فضيت دلوقتي طب ما تيجوا تورونا شغلكم ونشوف اللي انتوا بتقولوا عليه هو حارب الاصوات كلها طب ما تورونا عندكم كلام كويس تعالوا قولوه عندكم الحان كويسه تعالوا اعملوها وشوفوا شوفوا احنا عايزين نشوف الكلام اللي انتم بتقولوه عبد الحليم عبد الحليم حافظ ما حاربش حد عبد الحليم حافظ ماشي وموجود وقاعد في وسطينا و42 سنه وهيفضل تاني الاجيال اللي جايه بعدين واللي مش عايز ما تسمعش لو انت مش عايز تسمع ما تسمعش انا ما حدش تسمع عبد الحليم عبد الحليم بتسلل لاي قلب واحد في الدنيا هو كده عبد الحليم ربنا خلقه كده عنده قبول لو عندكم القبول تعالوا ورونا احنا عايزين نسمع احنا مستنيين اصوات حلوه مش لقي احنا كل اغنية بتقعد ايه بتقعد اسبوع تقعد اسبوعين شهر والناس بتنساها ومحدش بينساها الفن الجميل عبد الحليم هو دايما الفن الجميل وهو ده اللي هيفضل وهو ده اللي هيستمر وان شاء الله بإذن الله نحتفل تاني سنوات وسنوات سنوات ان شاء الله بإذن الله <applause>